هطول أمطار غزيرة في الجنوب الغربي وخصوصا قبلي والأطراف المتدخلة من حماية وتجهيز وفلاحة تتدخل في عديد المناطق. عدد من الصيادلة يلوحون بتعليق العمل بمنظومة طبيب العائلة بعد تأخر سداد المستحقات المالية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض يؤكد وجود تأخير نسبي فقط. ديمستورا يدعو في جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي إلى فرض هدنة بيومين في حلب، وروسيا والولايات المتحدة تتابعان تبادل الاتهامات. مشاهدين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. سجلت ولاية قبلي تهاطل أمطار غزيرة خلال 24 ساعة الأخيرة، ما أدى إلى انقطاع جزئي في حركة السير في عدد من الطرقات تم فتحها بعد تدخل الأطراف المعنية. كما أفاد الفلاحون أن هطول هذه الكميات الكبيرة لن يكون له تأثير سلبي على المنتوج الأول للجهة وهو التمور. هذا المشهد ليس بأحد الشواطئ الساحلية، بل هو بشط جريد الذي غمرته مياه الأمطار الأخيرة والتي نزلت بكثافة على ولاية قبلي لتضفي صورة مشرقة بهذا المكان، في حين تختلف الصورة بمعتمدية قبلي حيث غمرت المياه عدد المنازل ونشطت بعض الأودية لتتعطل مع حركة المرور لساعات طويلة. صدقني عباد حابسة من البارح، يمكن فما شكون روح حس، فما شكون جاي من الخارج والله لا روح، علاش كان جات الانجازات مريقله والقناطر مريقله والدنيا كل منظمه، راه ما صار حتى شيء معناتها، والحمد لله ضايع غيث من ربي. هذا بين الطريق نتاع الظاهر، المسؤولين في قبلي بجاه ربي نطلبوهم ومعناها بكل لطف وبكل معناها هذا بين يقدونا الطريق. قسم الاستعجال بمستشفى قبلي بدوره غمرته كميات كبيره من المياه قبل تدخل اعوان الحمايه المدنيه والتجهيز لاعاده الامور الى نصابها. جت على عين المكان تجهيز حمايه مدنيه، وقع شفط المياه، دامت الحكاية قرابة 3 ساعات وثم استأنفنا نشاطنا عادي معنا. الأمطار الأخيرة اعتبرها الأهالي غيثا نافعا ولا تمثل خطرا على صابة التمور. تنفع التمر بحول الله، السنة يجي جودة ما جاتش أصل، هنا فلاح عمرنا كل الجودة ما جاتش أصل، بحول الله تجي خيرات من الله. قرابة 50 ملم هي كميات الغيث النافع التي تساقطت بمعتمديتي قبلي والسوق لحد. أمطار انتظرها الأهالي لسنوات لتكون بشائر خير ومنفعة لصابة موسم تمور هذه السنة ولتغذية المائدة المائية بجهة نفزاوة. توفي الجندي الشاب سهيل بدر الدين البالغ من العمر 22 سنة بالمستشفى الجهوي بقبلي بعد إصابته بصعقة كهربائية أمس السبت، وفق ما صرحت به مصادر طبية وأعوان من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ومع تواصل تهاطل الأمطار في عدد من ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته مصالح الرصد الجوي ورغم أهميتها، إلا أنها كشفت مرة أخرى اهتراء البنية التحتية في عدد من مناطق البلاد. في الأثناء تتواصل تدخلات عناصر الوحدات الجهوية للحماية المدنية وإدارات التجهيز والفلاحة للحد من تبعات سيلان مياه الأمطار. صحيح أن السماء عندما تأتي بخيرتها من الأمطار تمسح وجه الأرض الجافة تضيئها وترويها، فتجد الفلاح وحاصد الأرض والصغير والكبير ينتظر نزول الغيث بفارغ الصبر ليجلب معه الحياة والسخاء والعطاء. أمطار نحمد الله على نزولها بعد طول انتظار، فقد شهدت عديد مناطق البلاد سقوط أمطار غزيرة خاصة يومي الجمعة والسبت، وصلت حد 120 ملمترا كانت أهمها بتونس العاصمة وسوسة لتملأ السدود وتسقي الحقول، حتى أن المعهد الوطني للرصد الجوي وصفها بالنافعة وبالذهب الذي ينزل من السماء خاصة بعد نقص المياه خلال الفترة الماضية. ولكن عندما أغدقت السماء أمطارها كشفت البنية التحتية عن أسرارها، كشفت عن هشاشة البنية التحتية ورداءتها حسب جل الملاحظين، فيكفي أن تنزل أمطار لمدة سويعات فيتعرى الواقع الحقيقي للطرقات وشبكات التطهير. الأمطار هذه المرة غمرت عديد المنازل والمحلات التجارية وحتى المؤسسات التعليمية والاستشفائية.
أمطار وإن استبشر لها الجميع إلا أنها جرفت عديد السيارات وأغرقت الطرقات، كما عطلت حركة الجولان على مستوى العديد من خطوط النقل عبر المترو الخفيف وكذلك الحافلات بعد توقفها لفترات متفاوتة بسبب ارتفاع مستوى المياه بعدة نقاط على مسالكها وفق ما أعلنت عنه شركة نقل تونس في بلاغ لها. وعلى إثر تهطل هذه الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق، قامت الوحدات التابعة للحماية المدنية بتدخلات نجدة وإنقاذ، نذكر منها علوق 65 طفلا في روضتين بباب سعدون يوم الجمعة الماضي تم إنقاذهم. وفي جهة الملسين، فريق النجدة أزاح حاجزا بسبب تعطل مرور قطار تونس باجة. وضعية تبدو مألوفة، فمع كل قطرة مطر تتعالى صيحات الاستغاثة والأصوات المنادية بتحسين البنية التحتية. وهنا ربما تصلح عبارة أمطار نافعة ولكن. في موضوع آخر، العدالة الاجتماعية هي واحدة من بين الأهداف التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها من أجل ضمان استقرار اجتماعي يساهم في تحريك الاقتصاد ويشجع على الاستثمار، كما أنها باتت شرطا أساسيا لتحقيق النمو المستدام. يرى المتابعون للشأن العام في تونس أن ضعف النمو الاقتصادي وانكماش الاستثمار نتيجة عدم تفعيل الدولة لمخططاتها التنموية سيساهم في تقليص قدرتها على تمويل التحويلات الاجتماعية، بما معناه النفقات العمومية الموجهة للتعليم والصحة ودعم المواد الأساسية والإحاطة بالعائلات المعوزة، وتقدر هذه التحويلات بحوالي 20% من الناتج القومي الخام. وضع أنه ما فهمش نمو، ما فهمش نشاط اقتصادي، ما فهمش أنشطة استثمارات، وهذا اللي يخلي أنه يكون عندنا فما مداخيل بالنسبة للدولة اللي هي تمكنها من أنها تقوم بالأنشطة هذه اللي هي تدخلات اجتماعية وغيرها، كما مثلا تدخلات من أجل دعم المواد الغذائية ولا النقل ولا الطلبة والأساسية ولا غيرهم، ولا حتى دعم المحروقات، لأنه راهو الإلكتريسيتي ولا الغاز اليوم مازال مدعوم. الدولة تعطي في امتيازات، تعطي في إعفاءات جبائية من الضمان الاجتماعي للشركات باش تخلق الشغل باش تخدم. ما زلنا من عام 72 إلى حد الآن ما عملناش تقييم للسياسة هذه نتاع الإعفاءات أعطيوها للشركات ندرى خلقت لنا مواطن شغل وإلا لا. وخلال حلقة نقاش موضوعها السياسة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في تونس التحديات المطروحة، شدد الخبراء على ضرورة عقلنة التدخل الاجتماعي للدولة من خلال إيجاد صيغ تحدد المستهدفين من الدعم. مثلا المعرف الوحيد يعتبر من الاصلاحات الكبرى، وهذا باش يتم ان شاء الله نحصل عليه في بدايه السنه القادمه، واللي هو يمكن من انه على الاقل يتوقع معناها تصرف اكثر بجديه واكثر معناها عقلانيه في التدخلات الاجتماعيه. الاصلاح الجبائي هي استراتيجيه، ولكن كل عام ندخلوا اشياء جديده. السنه ان شاء الله فما اشياء اخرى باش تدخل فيما يخص التقييم المضافه، فيما يخص قضيه البارامه هذيا نتاع الضرائب على الاشخاص، يخص حتى معناها لامبوس سور لي سوسيتي. يعني نعرفوا كان لامبوس سوسيتي حاليا نزلناه في سنه 2015 الى 25%. البيئه السياسيه راهو عندها دخل في الاستثمار، يلزم يكون اسينيسمون معناه تطهير البيئه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه باش احنا نشجعوا المستثمرين نتاعنا ونشجعوا المستثمرين الاجانب، خاصه انه عندنا هالمؤتمر نتاع الاستثمار. التسريع بتنفيذ الاصلاحات وتطبيق الاجراءات والقوانين التي بقيت حسب المتابعين حبرا على ورق هي الوسيله الوحيده لايفاء الدوله بالتزاماتها الداخليه والخارجيه. برنامج دعم أوروبي للاقتصاد التونسي أو ما اصطلح على تسميته بخطة مارشال هو قرار تبناه البرلمان الأوروبي ووضع فيه ملامح خطة لمساعدة تونس اقتصاديا، خطة احتوت أيضا على عدة شروط. في آخر قراراته الخاصة بدعم دول الجوار حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، اعتبر البرلمان الأوروبي أن الوضع الاقتصادي والتنموي في تونس يؤكد ضرورة إطلاق برنامج دعم للاقتصاد التونسي أو خطة مارشال من أجل دعم الديمقراطية وتعزيز الاستثمار والتنمية، داعيا إلى عدد نقاط منها إيجاد الآليات الكفيلة بتحويل ديون تونس لدى الدول الأوروبية إلى استثمارات،
توجيه الاستثمارات أساسا لدعم بنية تحتية استراتيجية وتقليص الفوارق بين الجهات. حث الدول الأوروبية على تقديم المساعدة للإسراع في استرجاع الأموال المنهوبة وتحديد الوسائل لضمان إعادة جدولة ديون تونس بشروط تفاضلية وتنويع مكوناتها. دعوة الشركاء في قمة دوفيل إلى الإيفاء بتعهداتهم بتمويل تونس ب25 مليار دولار بين قروض وهبات. القرار تضمن 70 نقطة شملت مختلف مجالات التعاون التونسي الأوروبي السياسي والاجتماعي والأمني وخاصة الاقتصادي، منها تقديم دعم فني خصوصي يسمح لتونس باستعادة أموالها المنهوبة وأملاكها في الخارج. البرلمان الأوروبي اقترح أيضا تعزيز جهود مكافحة الفساد بالنظر خاصة إلى تنامي الاقتصاد الموازي بهدف إرساء مناخ أكثر ملائمة للاستثمارات والمؤسسات. وأوصى الهيكل الأوروبي من جهة أخرى باستعمال التمويلات التابعة لآلية سياسة الجوار الأوروبية من أجل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع إرساء برامج للمؤسسات الناشئة تستهدف بالخصوص النساء والشباب. وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي في تونس والذي يتعين إدماج جهود من المفاوضات الجارية في إطار اتفاق التبادل الحر والشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي، أوصى البرلمان الأوروبي بالتركيز على الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتطوير استعمال الطاقات المتجددة والمعالجة الأفضل للمياه المستعملة والنفايات. القرار تضمن أيضا عدة توصيات قد يقرأها البعض على أنها شروط دعم تتمحور أساسا حول تطوير المنظومة الأمنية والاستخباراتية لمكافحة الإرهاب والتهريب. التوصيات شملت أيضا تطوير أحكام المجلة الجزائية والقوانين الخاصة بحرية التعبير وضمنها. وأوصى البرلمان الأوروبي كذلك بتعصير الإدارة العمومية لتحسين إنجاز المشاريع وحسن استعمال الاستثمارات. من المنتظر أن تعقد النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة جلستها العامة السنوية في 8 من شهر أكتوبر المقبل، جلسة ستحسم فيها مستقبل علاقتها التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إذ قد تلجأ إلى تعليق العمل بمنظومة طبيب العائلة بسبب عدم خلاص الصندوق المستحقات المالية للصيادلة. تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع بين الصيدليات والصندوق الوطني للتأمين على المرض قرار قد يتخذه المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بسبب ما وصفه الكاتب العام للنقابة بعجز الصندوق عن الإفاء بالتزاماته التعاقدية ودفع مستحقات الصيادلة. حسب التحقيق اللي عملناه احنا لدى زملائنا، نتصوروا انه المستحقات نتاع الكنام للصيادله تقارب التويكه ما بين 45 و50 مليار، واللي خايفين منه انه المبلغ هذا باش يزيد باعتبار انه وزير الشؤون الاجتماعيه السابق صرح لنا قال اللي راهو احنا ابتداء من سبتمبر ما عندناش حد، دونك ولينا متخوفين احنا تو. الفواتير اللي نقدموها للكنام فيها نسبه كبيره منها اللي هي ماهاش يعني ماهاش فلوس الصيدلي، هي فلوس معناها نتاع الموزعين بالجمله، واللي هما بيدهم بنفسهم مش فلوسهم، هي فلوس المصنعين. اكثر من 800 صيدلية مهدده بالافلاس وقد تغلق ابوابها موفى الشهر المقبل، ما يجعل من مواصله العمل بمنظومه الطرف الدافع وفق كاتب عام النقابه راهن تطمينات من الحكومه. تعطينا التطمينات، اما التطمينات تكون واضحه يعني في شنو مستقبل الصندوق من هنا لنهايه 2016، وكذلك بالنسبه ل 2017 شنو الوضع، خاطر الارقام اللي شفناها بالنسبه للوضع نتاع الصندوق يعني بالنسبه ل 2016 وما هو متوقع بالنسبه ل 2017 هي ارقام مخيفه. الصندوق الوطني للتامين عن المرض يعيش وضعا ماليا صعبا بسبب تاخر حصوله من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه على النصيب الراجع له من المساهمات المدفوعه من الاجراء واصحاب العمل، والتي تبلغ وفق مدير الاعلام بالصندوق 1600 مليون دينار. النقص هذا في السيولة هو انعكس على إفاء الصندوق بالتزاماته تجاه مقدمي الخدمات الصحية، لكن ما يعنيش هذا أن الصندوق توقف على خلاص مقدمي الخدمات الصحية، لا، فما تأخير نسبي. الصندوق وجميع الأطراف المدخلة
وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، الصناديق الاجتماعية، هما كلهم مكبين لإيجاد حلول عاجلة للإشكال هذا. حلول قد تنهي أزمة الصناديق وتمكن الصيادلة من مستحقاتهم، كما تريح أكثر من 570 ألف مضمون اجتماعي اختاروا منظومة طبيب العائلة من دفع كامل مبلغ العلاج، وهو ما قد يعجز عنه محدود الدخل. نظمت الجمعية التونسية لمقاومة الأزهايمر المؤتمر الوطني الأول حول هذا المرض، مؤتمر هدفه التوعية بأهمية التشخيص المبكر للمرض وتقديم رؤية أفضل لطريقة العلاج للأشخاص المصابين بالمرض والإحاطة بعائلاتهم. السياسات العلاجية المعتمدة لمقاومة الزهايمر مثلت أبرز محاور المؤتمر الوطني الأول بخصوص هذا المرض، مؤتمر يهدف منظموه إلى تقديم رؤية أفضل في طريقة العلاج للأشخاص المصابين بالمرض والإحاطة الأفضل بعائلتهم. احنا التوينس قاعدين معناها البيراميد دولاج قاعدة السنفيرس، الناس هذو ما يلزمنا نحيطوا بهم، المرض هذا يأثر تأثير كبير على المريض وما على العائلة متاعو بالأخص، يعني ريبيركسيون ايكونوميك كبيرة، خاطر مكلف، الأدوية مكلفة، يعني الكل معناها يلزمنا نتحركوا باش نقاوموا المرض هذايا. لو تريتمون اكتويل حاليا نعتمد فقط أدوية تعالج الأعراض فقط، والأبحاث متواصلة وكلنا ننتظر التوصل إلى أدوية يمكنها معالجة المرض والحد منها. الأطباء المشاركون أكدوا أهمية التشخيص المبكر للمرض الذي تختلف أسبابه وأبرزها عدم التفطن للإصابة ببعض الأمراض المزمنة. ثم عوامل عدة نجم نقاومها، اللي هي غرض الدم، السكر، التدخين، نقص، معناتها هذوما الكل لازمنا معناتها نتفطنوا لهم، نشخصوا الامراض هذه في الوقت المناسب، خاصة عند الصغار في العمر ما بين 30 و 50 سنة، خاطر هي تبدا المرض يبدا بغير ما يعطي أعراض 20 سنة قبل معناتها يبدأ في 40 وبعد تظهر الأعراض متاعه في 60. دراسة الملادي دالزايمر هو جانب أساسي لفهم طبيعة المرض. التقدم قاعد يصير في العالم بصفة متواترة وبصفة كبيرة برشا، احنا في تونس نحب نواكب التقدم هذايا ونحب نكون عنصر فعل في بناء مجتمعنا وتوازنه. ولتحقيق كل هذه الأهداف تم مؤخرا الإعلان عن المخطط الوطني للزهايمر، والذي يهدف بالأساس إلى التقصي المبكر وتحسين عملية التكفل بالمصاريف وتطوير تكوين المختصين ودعم الأبحاث السريرية والرصد الوبائي للمرض ومرافقة المرضى وعائلتهم. هي قصة تحد رسمتها واحدة من ذوي الاحتياجات الخصوصية، صابرين بن عبيد أصيلة مدينة زغوان، ترسم وتتحدى الإعاقة بفنها وعزيمتها. في أحد الأحياء وسط مدينة زغوان وفي هذا البيت المتواضع، قصة تحد بطلتها فتاة من ذوي الاحتياجات الخصوصية دفعتها ظروف الحياة الصعبة للتنقل من الريف إلى المدينة لإثبات ذاتها وممارسة الحرفة التي عاشقتها. إعاقة متاعي مستحيل لو كان مفكر لي أنا بالحق عندي إعاقة عضوية، مستحيل. الحمد لله يا ربي نجم نعمل كل شيء اللي تصوروا في بالك نجم نعمله، دونك ما عندي علاش باش تقلقني إعاقتي ولا باش نغزل نظرية المجتمع متاعنا كيفاش يغزل لك. نخدم بالفخار على البلار كالطبلويات هكا، ما البريود الاولى ما مش بطيره برشا، ما تو الحمد لله بديت كل مره نحسن شوي، عملت قريت بريسك عامين ونص للاختزانه، خديت شهادتي نتاع الاختزانه وخديت شهادتي نتاع الخياطه، نرسم نخدم الحمد لله متحدي اعاقتي. لمستها الفنيه التي تجلت على مختلف المحامل وكم الجوائز التي تحصلت عليها لم تخفي حجم العراقيل التي تعترضها فتزيد من ألمها وتعمق إعاقتها. راني كي خديت الشهاده نتاعي عطوني مليون ونص من 2007 لتو مازالوا شادين هي اللي حكيت مليون ونص، خاطر انا من ظروفي ما تسمحش. ديجا هاكم شفتوا لي انا كاريه في عايشه في الكراو الكل، مانيش مع فاميلتي، ماني ما نجمش اخلصهم انا حتى باش ناخذ نعمل باش نمول المشروع نتاعي ما نجمتش. امنيتي الوحيده تعاوني الدوله تعطيني نمول مشروعي، هذيك التحدي نتاعي وهذيك حياتي. صابرين بن عبيد
هي أيضا ربة بيت بامتياز، فهي تقوم بجميع شؤون المنزل، كما تشد الرحالة من حين إلى آخر إلى بعض المدن لجلب المواد التي تستخدمها في عملها. مدينة نابل ذاع صيتها لإرثها التقليدي المتنوع والمتفرد. عواطف تركي الغول حرفية من نابل لم يعقها ذيق المكان الذي تعمل فيه من أن تبرع في الصناعات التقليدية وتطورها لتصبح واحدة من أهم الحرفيات في منطقتها. ضاق المكان بالسيدة عواطف تركي الغول، لكن أحلامها لم تضق بها رغم صعوبة التحرك في محلها الذي لا يكاد يتسع لها ولمعينتها، فانقادت أصابعها طوعا سلسة ورقيقة راسمة تاريخ فن كان له في قلبها قصة حب روتها الخيوط الرفيعة على محامل القماش. أول حاجة غرام، العبد مغروم بها الخدمة هذه، معناها مدام مغروم مدام يواصل ويوصل. وأنا تعلمت عند امرأة عربي، مرأة كما نقولوا احنا الناس بكري دار معلمة، تعلمت فميكا، تعلمنا التريزة، تعلمنا الغرزة، الغرزة اللي هي بها الفايدة. ومن بعدنا طورنا حكايات أخرى ولينا نشريو ونبيعو ونعملو ونخدموا فيها أي حاجة تقليدية، من الفوطة، من القبقاب العربي، من المصر العربي، من الجبة العربي، من البشكير العربي. صيت المرأة ملأ أخطاب ولاية نابل كلها، سيما إبان الأعراس والأفراح، فاكتظ المحل بالحرفات اللاتي أثنين على عملها. فن كان رسائل حب من تونس إلى أقطار الدنيا رسولها أبناء الوطن القاتلين خارج حدوده. خدمة نظيفة بها وسوامهم مرفقي. عايش في موريال كندا، تعجبني لبسة تقليدية نتاعنا، ونحب نهزها كادو لصاحبتي كي نقعد في نعملوا قهوة مع بعضنا، نحب نلبسوا لبسة تقليدية. لكن المراد ما اكتمل أسفا بإعراض الشابات عن هذه الحرفة الفنية، ليقتصر الأمر لديهن بالإعجاب بهذه التحف واستعمالها كل الأوقات. أنا ماذا بيا الشباب يتشجع ويخدمها الخدمة ذي، ماذا بيا ما شكون يحب يخدمها تو. كل واحدة تقول لك أنا ما نقعدش 8 سوايع على ماكينة. وتمضي حرفيتنا مجتهدة تحيي جماد المادة لترسم عليها عرقة إرث يكاد يضمحل، إرث تكابد ومثيلاتها من حافظات هذا التراث لإعلائه وتخليده. في نشاط الأحزاب، أعلنت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس عقب أيامها البرلمانية بمجلس نواب الشعب تجديد الثقة في رئيسها الحالي. كما دعت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس جميع أعضائها إلى اجتماع استثنائي خلال الأسبوع المقبل للنظر في الاستحقاقات السياسية والنيابية للكتلة قبل افتتاح دورة نيابية القادمة. وأكدت الكتلة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية واستعدادها للوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الدقيق. أعلن إقراننا بتجديد الثقة في رئاسة الكتلة ومكتبها الحالي إلى موفى الدورة النيابية القادمة 2017. نظرت الكتلة في تجديد ممثلي الحركة باللجان البرلمانية القارة والخاصة ومكتب المجلس مساعدي رئيس مجلس نواب الشعب، وذلك حسب مقتضيات التمثيل النسبي المحدد بالنظام الداخلي للمجلس. 3، نحذر من محاولات إرباك كتلتنا واعتماد أساليب بالية في الضغط والتهديد والابتزاز. عقد حزب العمال مجلسه الوطني الثاني الذي خصصه هذه المرة لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد. وقد عبر حزب العمال عن تخوفاته مما أسماه تراجعا على النهج الديمقراطي. كما أبدى الناطق الرسمي باسم حزب العمال قلقه بشأن السبيل إلى إيجاد حلول جذرية للمشاكل في البلاد. جرائات نقترحها معناها تحسين الجباية، تحسين منظومة الجبائية، من مراجعة سياسة المديونية، اتخاذ إجراءات في التحكم في ترشيد معناها المصاريف متاع الدولة، الأملاك المصادرة، الأموال المهربة، كل هذه موارد متاع تمويل لميزانية الدولة اللي من شأنها تنجم تسمح للبلاد باش نجم تعمل رولانس إيكونوميك معناها نمو اقتصادي وترجع معناها من جديد. بطبيعة الحال نتوجه نحن بهذا البرنامج لعموم الشعب.
أخبارنا الدولية نستهلها من المغرب، حيث انطلقت الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 7 من أكتوبر المقبل، ويشارك فيها أكثر من 15 مليون ناخب وناخبة وفق ما أعلنته اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات. الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات تتنافس على 395 مقعدا في مجلس النواب، فيما تحتدم المنافسة على تصدر هذه الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض. وتعد هذه الانتخابات التشريعية الثانية منذ التعديل الدستوري صيف 2011 على إثر حراك شعبي بالبلاد. وفي يوميات الأزمة السورية، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا في جلسة استثنائية لمجلس الأمن، دعا إلى فرض هدنة بيومين في حلب، فيما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بارتكاب أعمال وصفتها بالوحشية. يأتي هذا في وقت تواصل فيه الطائرات الحربية إمطار حلب بالقنابل والصواريخ. وحدها الصور وكثير منها لا يمكن بثه لقسوته البالغة. وحدها الصور تنقل ما فعلته آلة الحرب والقصف المستمر في حلب الجريحة. وحدها الصور تحدق في أعين العالم ليرها. هنا طفل ينجو من تحت الأنقاض، ينتصر على قتل عميم وقاس لم يتوقعه المدافعون على الإنسانية قبل من ينصبون أنفسهم دعاة إحلال السلام في سوريا. رضيع ينجو مما أمطرته الطائرة الحربية من صواريخ التي خلفت دمارا هائلا على مد البصر وأعدادا كبيرة من الضحايا. وضع مأساوي اهتز له صناع القرار في العالم الذين عجلوا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن. اجتماع قال فيه المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا، قال إن جميع الأطراف مسؤولة عن إخفاق وقف إطلاق النار في سوريا، داعيا مجلس الأمن إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاق. من جهتها لم تفوت مندوبة الولايات المتحدة سامانثا باور الفرصة لتقول إن روسيا تقوم بأفعال وحشية في حلب وعليها أن تتحمل مسؤوليتها إزاء ما يجري في سوريا، وإن ادعاء النظام السوري محاربة الإرهاب مجرد هراء. السفير الروسي بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين بدوره أبلغ مجلس الأمن بأن السلام في سوريا أصبح بالمهمة شبه مستحيل اليوم. وبين هذا وذاك تبقى حلب تحت النار، نار اكتوى بها السوريون وحدهم. وفي العاصمة الأردنية عمان تم اغتيال الكاتب والصحفي ناهض حتر البالغ من العمر 56 عاما أمام مقر قصر العدل. وكالة الأنباء الأردنية ذكرت أن مسلحا أطلق 3 طلقات على رأس الكاتب ورقبته، وقد تمكنت قوات الأمن من القبض عليه ويخضع حاليا للتحقيق. الادعاء العام في الأردن كان وجه منتصف أوت الماضي لحتر تهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية وإهانة المعتقد الديني، بعد أن أعاد نشر كاريكاتير اعتبر أنه يمس بالذات الإلهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من بها نددت الحكومة الأردنية بما اعتبرتها جريمة نكراء، معتبرة أن الثقة بالقضاء الأردني وأجهزتها الأمنية عالية لمتابعة من اقترف هذه الجريمة ومحاسبته. في العراق، وبعد ساعات من شنه هجوما إرهابيا في منطقة تكريت مخلفا عددا من القتلى والجرحى، تمكن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من شن هجوم انتحاري آخر غرب بغداد أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة عدد آخرين. في العاصمة العراقية بغداد، أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية عن مقتل 7 أشخاص وجرح 28 آخرين في منطقة الإسكان ذات الأغلبية الشيعية غرب بغداد، وذلك نتيجة تفجير انتحاري بحزام الناسف استهدف تجمعا بالخيمة التي نصبت لتقديم الخدمات للزوار الشيعة الذين يقيمون مراسم أحياء ذكرى مقتل الإمام حسين في يوم عاشوراء خلال الأسبوع المقبل. وقد أعلن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية عن الهجوم، ذلك في تصعيد منه لشن هجماته الإرهابية على مناطق يسكنها الشيعة ومواقع حكومية في العاصمة بغداد.
عملية إرهابية يشنها التنظيم في بغداد تأتي بعد ساعات قليلة من تنفيذه أيضا لهجوم انتحاري آخر أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم عدد من الأمنيين. وقد استهدف التفجير الانتحاري نقطة تفتيش للشرطة شمال مدينة تكريت العراقية رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة عليها منذ استعادتها من قبضة التنظيم، ما دعا السلطات الأمنية العراقية إلى فرض حظر شامل للتجول في المدينة تحسبا لوقوع تفجيرات إرهابية أخرى من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. التنظيم الإرهابي الذي ما زال يسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه بما في ذلك مدينة الموصل كبرى المدن العراقية التي استولى عليها التنظيم منذ سنة 14 و2000 والتي تجرى بشأنها استعدادات حثيثة من قبل القوات العراقية لتحريرها من قبضة التنظيم. في أخبار الرياضة، توقفت مسيرة نجم الرياضي الساحلي عند الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إثر تعادله دون أهداف في اللقاء الذي جمعه عشية اليوم بمضيفه مازامبي الكونغولي لحساب إياب نصف النهائي، وكان نجم اكتفى بالتعادل بهدف لمثله في مواجهة الذهاب بأولمبي سوسا ليلاقي مازامبي في المباراة النهائية المتأهل من مباراة الفتح الرباطي المغربي ومولدية بجاية الجزائرية. وضمن منافسات الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تغلب نادي الإفريقي على الأولمبي الباجي بثلاثية نظيفة فيما حسم التعادل دون أهداف مواجهة اتحاد بنقردان ونادي صفاقسي. تابع نادي الإفريقي حصد العلامة الكاملة من خلال فوز هو الثالث على التوالي في ثالث جولة من ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فوز الأفارقة كان من خلال ثلاثية نظيفة أمام العائد إلى مصاف أندية النخبة الأولمبي الباجي الباحث إلى حد الآن عن أول هدف منذ انطلاق الموسم وعن أول نقاطه. وكان عبد القادر الوسلاتي منح التقدم من ركلة حرة في الدقيقة 41، يضيف زميله مهدي الودر في الهدف الثاني في الدقيقة 73. اختتم صابر خليفة الذي تفنن قبل ذلك في إهدار عديد الفرص الثلاثية من علامة الجزاء في الدقيقة 83. في المقابل أجبر اتحاد بنقردان ضيفه نادي صفاقسي على الاحتكام إلى التعادل السلبي ليرفع فريق عاصمة الجنوب رصيده إلى 7 نقاط، فيما يحرز اتحاد بنقردان أول نقطة له. وفي باقي المباريات حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة مستقبل جابس ونجم المتلوي، فيما اكتفى اتحاد تطاوين بالتعادل دون أهداف أمام نادي البنزرتي في مستهل الجولة التي سجلت أيضا تواصل نزيف النقاط بالنسبة لمستقبل مرسى المنهزم بثنائية نظيفة على ميدانه أمام ترجي العاصمة مقابل فوز بهدف دون رد لترجي الجنوب على أولمبيك سيدي بوزيد، وتعادل الملعب الجابسي دون أهداف مع نادي حمام الأنف، فيما تأجلت مواجهة شبيبة القيروان والنجم الرياضي الساحلي إلى 17 من نوفمبر القادمة. بالرياضة وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدين الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. هطول أمطار غزيرة في الجنوب الغربي وخصوصا قبلي، والأطراف المعنية من حماية وتجهيز وفلاحة تتدخل في عديد المناطق. عدد من الصيادلة يلوحون بتعليق العمل بمنظومة طبيب العائلة بعد تأخر سداد المستحقات المالية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض يؤكد وجود تأخير نسبي فقط. ديمستورا يدعو في جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي إلى فرض هدنة بيومين في حلب، وروسيا والولايات المتحدة تتبعان تبادل الاتهامات. كما نذكركم في الختام أن 223 يوما مرت على اختفاء صحفيي سفيان الشرابي ونذير الإكتاري في ليبيا. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.